ديرة الله. طيب الله تسمح لي بصامل يجي لمي؟ يلا تعال يا صامل. لا تعال عندي قدامي هنا. ايه؟ انت مثل شعار المحاورة اللي جايه ايه؟ بيت عجلة ايه؟ مفتول له عجلة ينقضه. ايه؟ ف عمامته طارت من دون ما يدري. الحين انت بتقول قصيدة ايه؟ وحنا ودنا انك تقولها وانت طال عمرك كاشخ متزينة. بشخص لك مثل شخصيتي زين؟ وقعد الحين وعطنا قصيدك يلا. احب ربي واحب الكل واخوانه واحب ديني واحب السعوديه احبك كل. طيب اصبر اصبر خلنا بنشوف بس عشان يضبطونك. خلنا بس لين يضبطون الحين الوضع عشان يطلعونك بطريقه حلوه. وناظر قدام عشان ناظر. شفت الكاميرا دي عشان تطلع الصوره هل قدام ناظرها كانك تحاتيها. علمها هي القصيده وارفع صوتك وهد. ها يلا. أحب ربي وأحب الكل وإخوانه وأحب ديني وأحب السعودية محبتي قلت الحل خلانا قالت الضحكة ليش لقيت تسارين أصلا أنا ما أدرش معك خسرانة وأنت بدوي ما تعلمت رومانسية كل بدوين حياته ما لها خانة قلت اسمعي زين تانك إنك طبيعية على ظني يبيت الناس سكرانة أنا بدوي محنة الأصمرية ربي عدد الرجال سبحانه أنا بدوي تفتكر للعرب فيا أنا بدويين يا منعاء مخانة إحنا بدو بدو من هان إحنا في الدخانة. كفو كفو والله يستاهل. طيب صامل تعرف من هي لهالقصيدة؟ من اللي قايلها؟ سام ما تعرف أنا بعلمك. اللي قال إن هالقصيدة هذا الشاعر الكبير عبد الله السميري الله يطول بعمره ووجه له تحية من هنا ونتمنى أن نتشرف فيه بحلقة من حلقاتنا. الشاعر عبد الله السميري شاعر كبير من شعراء المليون اللي جاء وفجر الدنيا كلها وخلاك أنت بهالعمر ما شاء الله تبارك الله تحفظ قصيدة من قصائده الجزلة وتجي ترويها لنا. شكرا يا صامل. سم ثاني هبشر. أبوي ربانا على فعل المراقيب الجود وجيد ولا شراشة قال خلي كذيب احضر من ذيب وتر من شيء لاشة وترد ثب تدريب أيام عيشي ولاشة تلعب من فوق المواقيف الجود وشي ولاشة. الله يخلي لك أبوك. كفو وصح لسانك. وعقب هالقصيدة الجميل عاد هالحين نبي نسمع عمك أبو نايف وش عنده. لكن ودنا نطلع فاصل علشان نشوف وش عند ابو نايف. طلعنا فاصل. تعرف طلعنا فاصل وش تقول؟ نبي نطلع فاصل. يلا ناظر الكاميرا وطلعنا فاصل. تعالوا نفاصل فاصل ونواصل. ها قلها قلها بصوت عالي. فاصل ولا ولا نموت؟ لا ان شاء الله لا ولا نموت. لا من فاصل ونواصل. ها فاصل ونواصل. يا سلام زينات لسل الخير تلقى لجاويد تسمع سوالف غير كل السوالف.